السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثالثة ضمن مادة ميكانيك التربة العملي Soil Mechanics Laboratory. اليوم معانا التجربة رقم 3 إن شاء الله اللي راح ناخذها هو التحليل المنخلي. تعتبر موضوع التحليل المنخلي Seep Analysis للتربة جدا مهم. راح ناخذ بعض الانترودكشن عنه وإن شاء الله احنا راح نتناوله أيضا بالجزء النهائي. In order to classify لغرض تصنيف التربة to classify a soil for engineer process للعمليات الهندسية، تمام؟ لأغراض هندسية. إيش يحتاج؟ يحتاج إلى معرفة الديستريبيوت توزيع of the grain size توزيع حجم الحبيبات within a given soil mass ضمن حجم أو كتلة تربة معينة. لذلك يعتبر التحليل المنخلي Seep Analysis is the method that used to determine the grain size distribution of soil. إذن هو يستخدم طريقة التحليل المنخلي، هي تعتبر طريقة تستخدم لتحديد توزيع حجم الحبيبات في التربة. شلون الحبيبات؟ شلون حجمها؟ هل هي حجمها واحد متماثلة مختلفة؟ إنها تتراوح السايز الأحجام إلها إلى أي مكان ثاني؟ لذلك لحتى نجرى هذه العملية الخاصة بها Seep Analysis Seep R made المناخل عملت مثل ما نسميها احنا من اسلاك احنا تسمى ويفن وايرز، يعني اسلاك منسوجة. اللي اتوقع الكل شايف المناخل حتى المناخل الاعتيادية with square opening مع فتحات مربعة. هاي ضرورة تنتبهونها انه تصنع المناخل من اسلاك منسوجة ذات فتحات مربعة. نلاحظ notice that saving number رقم المنخل increase the size of the opening decrease، يعني يتناقص مع زيارة رقم المنخل راح يتناقص حجم الفتحات. يعني منخل رقم 4 فتحاته بهذا الشكل، منخل رقم 5 فتحاته أقل من الأربعة. يعني كل ما زاد رقم المنخل الفتحات مالته الأوبنين اللي بداخل المنخل قلت، يعني يتناسبن بشكل عكسي. رقم المنخل مع الفتحات يتناسبن بشكل عكسي، يعني هسه منخل رقم 4 فتحاته 4.75 ملم، لكن رقم 8 كرقم اكبر من منخل رقم 4 كرقم، لكن فتحاته شبيهة اقل 2.36. اذا لازم نخلي في بالنا انه مع زياده رقم المنخل يتناقص حجم الفتحات، تمام؟ دور دي يقول لك انه جدول تيبل 4.1 راح يقدم لك اليو اس ستاندرد سيف نمبر، قائمة بأرقام المناخل القياسية الأمريكية مع حجم الفتحات المقابلة لها، اللي هو هذا دي يقول لك not table 4.1 give list of US standard safe number with their corresponding size of the opening، تمام؟ هسه راح نجي نوضحها for the particle process. حتى نجري هذه العمليات الخاصة بها لجميع الأغراض العملية، منخل رقم 200 هو أصغر منخل، يعني أصغر فتحات يمكن استخدامه للاختبار. يعني آخر منخل نستخدمه بالتحليل المنخلي هو منخل رقم 200، آخر منخل احنا نسميه. هاي هو هنا تقريبا هنا نوصل إلى هذه الأرقام، 200 هي آخر منخل. هاي صراحة الرقمين اللي بعده 270 و400 تقريبا يعني ما متوفرات، يعني في انواع جدا نادره من الترب اصلا ما يستخدم. هو الفارق يعني يبلش السيف اناليسيس بالمناخل من هذا الترتيب 4 5 6 7، الدور يرجع هنا 35 40 45 60 70 80 100 120 140 200، اخر منخل للتحليل المنخلي هو 200، وراها العابر من ال 200 يروح غير تحليل. اللي يعبر من منخل رقم 200 يروح غير تحليل، ناخذه بالتجربة اللي بعدها إن شاء الله يسمونه الهايدروميتر تيست، فحص الهايدروميتر. وهذا يشمل الترب الطينية الناعمة جدا، تمام؟ الترب الطينية الناعمة جدا. لذلك يعتبر منخل رقم 200 اللي هو أصغر فتحة يجب استخدامه لاختبار المناخل الأكثر استخداما، تمام عيني؟ طريقة تحليل المنخل الموضحة هاي راح نوضحها لكم. دائما المن هاي المناخل هاي من 4 الى حد 140، لان والمتبقي يعني على 200 هذا يعني
الى اخر شيء 200، العابر من 200 بعد ما ان علاقه به من 4 الى 200 شو يمثل لنا بصوره عامه؟ يمثل لنا هنا يعني طريقه التحليل المنخ الموضحه دائما للترب الحبيبيه، تمام؟ دائما هذا يوفر لنا الترب الحبيبيه، هاي بصوره عامه حتى تعرفها. Dispenser of Sealant Descript, the application of salt that may be mostly granular. دائما يستخدم طريقة التحليل المنخلي للحبيبة للتربة الحبيبية واللي تحتوي يعني with some or no fine مع بعض الحبيبات أو عدم وجود الحبيبات الناعمة. إذن حتى نبين التحليل المنخلي يستخدم للتربة الحبيبية من الجرافول الحصى وصولا إلى الرمل الناعم أو بعض الحبيبات الناعمة من الطين ممكن تبقى. هاي اللي هو منخل رقم 200 العابر من 200 اللي يعبر من 200 على ذن المنخلين البقية أو بدون ما نستخدم ذن المنخلين نضع البان النهائي اللي هو وعاء النهائي راح نستخدمه بالتجربة القادمة اللي هو هاي اسمها الهايدروميتر أناليسيس، تمام؟ المتبقي بعد هذه التجربة. لذلك عند إجراء هذه التجربة لازم تخلي في بالك إنه المتبقي على الوعاء النهائي حفظه، أنت حفظه يمك للتجربة السابقة للتجربة القادمة من تجرون هاي التجربة الأسبوع المقبل. هسا نرجع، أول شيء حتى نجرى هاي التجربة لازم عندنا عدة معدات إكوبمنت. هسا لازم نتعلم شنو هي المعدات اللازمة لإجراء هذه التجربة. المعدات اللازمة لإجراء هذه التجربة نمبر 1 ستيف يعني المناخل، هاي أول المناخل، البتون بان الوعاء السفلي اللي راح تتجمع عليه التربة العابرة من منخل رقم 200، يعني مو شرط المناخل الجواهن موجودات اللي هو بعد 200، هسه احنا راح هاي المناخل هذا وسيب المناخل، تمام؟ مو شرط البعث الموجودات، هو الوعاء آخر شيء نخلي منخل رقم 200 والدور نخلي تحته وعاء سفلي، الوعاء السفلي يكون غير مثقب نهائيا مصمت بالكامل، لذلك يسمونه بتون بان، تمام؟ بتون بان هذا أنت كفر وغطاء من الأعلى، الغرض من عنده حتى من يعني ترتبون المناخل بهذا الشكل من المنخل الرقم الأكبر للمنخل الأصغر يغطون من الأعلى بغطاء كفر، الغرض من عنده حتى حي ما تتناثر، لأن هذا السيف أناليسيس بعد ما أضع التربة به أخليهن داخل جهاز ميكانيكي هزاز، فأني شلون أضمن أن التربة ما يصير بها انتشار أو مثلا إحنا نقول تسقط من داخل السيف أناليسيس وهي بالتالي راح يصير خطأ بالتحليل المنخلي، فأخلي من الأعلى كفر يغطي المناخل أعلى منخل ومن الأسفل بان، وبالتالي وهاي السيف أناليسيس المناخل راح يكون متراصة فوق بعضها البعض، لذلك أضمن تماما أنه التحليل المنخلي مالتي راح يجري بكمية التربة اللي أخذتها بشكل تام، ما يكون هنالك اخطاء احنا نسميها اخطاء مختبريه نتيجه يعني اخطاء بشريه، انه هاي الامور حتى نتجنبها. لذلك هاي اول معدات نحتاجها اللي هو سيت المناخل راح نجري عليه التجربه والبتون بان انت كفر. طيب دكتوره هل يا ترى كل المناخل لازم موجوده؟ لا، حسب المتواجد عندك من المختبر، بس لازم ترتبين بالتسلسل، يعني مثلا انت موجود عندك منخل رقم 4 وموجود 16 وموجود 25 وموجود مثلا 60 120 200، فما يصير ترتب بكيفك، لا لازم ترتب بالتسلسل، الاربعه هو الاول مثلا يا الورا 16 عندك 16، طيب دكتوره ما عندنا 4 5 اوكي نبلش من الخمسه، يعني لازم هاي تمشي بهذا الترتيب، المناخل من ترتبهن من الاعلى الى الاسفل تمشي بهذا الترتيب بحيث اخر منخل يصير قبل البان اللي هو الوعاء السفلي هو ال 200، تمام عيني؟ منخل 4 ومنخل 200 ضروري يتواجدن، ليش؟ ضمن السي عندنا الداخليات اي واحد يتواجد من عتين ما يعني ما موجود ماكو مشكله، لكن 4 وال 200 ضروري، ليش؟ لان المتبقي على 4 حصو يتصنف، المتبقي فوق بمنخل 4 يتصنف حصو، واللي يعبر من منخل رقم 200 يتصنف ترب ناعمه جدا طينيه، لذلك انا ذن المنخلين لازم موجودات اللي هو الاول الاربعه الفتحات مالته 4.75 ومنخل رقم 200 اللي الفتحات مالته 0.075، ذن ضروري لازم موجودات بالسيف اناليسيس، لازم يعني نرجع حتى نوضح اكثر، المنخل الاول لازم منخل رقم 4 والاخير قبل البان
لازم منخل رقم 200 الداخليات اللي صايرات بالوسط يا هالمتواجدات عندك من مختبر رتبهن على حسب الترتيب مال الجدول واستخدمهن تمام عيني حتى مو تتقيدون انه نعم هنا موجود عندي 20 منخل وانا ما عندي من مختبر 20 منخل الموجودات لكن منخل رقم 4 ومنخل رقم 200 لازم يكون الموجودات. ثانيا الملاحظات سيف نمبر 14-20 هاي المناخل الموجودة R generally اللي تستخدم هاي المناخل بصورة عامة نستخدم أرقام المناخل شوف أكد على اليمن أكد على الأربعة وأكد على الميتين بالنهاية. الداخليات المناخل الداخلية عادل موجود عندك بالمختبر رتبهن لكن خلي في بالك الترتيب يكون من الـ يعني من الـ من الـ يعني حسب هذا التسلسل حسب هذا التسلسل حسب هذا التسلسل منخل رقم 4 كذا منخل رقم 5 كذا 6 كذا تمام عيني بهذا التسلسل يترتب الى ان توصل للمنخل الاخير. نجي بعد ذلك شنو المطلوب بالانس سنسيتيفيتي ميزان حساس بعدين المورتر اند ربل تاب بلاستيك هاي مدقه وهامن ذات راس مطاطي شنو الغرض من عندها خاف عندنا ترب متماسكه مع بعضها البعض فشنو نسوي نفتتها قبل ما نستخدمها ترب طينيه متماسكه غيرها فتتفتت البعدها اوفن ميزان حراري والبعدها ميكانيكال سيل شاكر اللي هو الهزاز المنخل الميكانيكي جهاز موجود بالمختبر يهز لك هذه مجموعه المناخل ويجري النخل الين لمده 10 دقائق يعني يوقت ينطيف التوقيت معين 10 دقائق وتتم عمليه الهز. البروسيجر الخطوات المتبعه نمبر 1 كولكتد ريبريزنتيف اوفن اول شيء نجمع العينه الجافه بعد اول شيء تاخذ عينه وتجففها وين تضعها تضعها بالمختبر املي لك اي وعاء من عينة الموقع وخليها بالمختبر بكاملها بدون ما توزنها وكذا هي أخذ العينة بالكامل وخليها بالمختبر. ليش نريد العينة اللي نستخدمها بالتحليل المنخل جافة ليش ما نستخدم عينة رطبة لأن العينة الرطبة راح تغلق لي فتحات المناخل وما استفاد من عتها بالتحليل المنخلي. إذن أول شرط بالتربة المستخدمة هي لازم التربة تكون جافة تماما لذلك قبل التجربة بيوم المفروض أنت تحضر عينة من الموقع Set Investigation اللي أنت راح تجري تحريات تأخذ عينة وعاء كبير تمليها تضعها بالفرن لمدة لا تقل عن 24 ساعة حتى نضمن جفاف هذه العينة بالكامل. طيب دكتورة نقدر نضعها قبل أيام؟ إيه نعم تقدر توضعها قبل أيام مو شرط قبل يوم واحد المهم لازم توضع هذه التربة المستخدمة هي تربة جافة تماماً ما تحتوي على أطيان ولا بها نسبة رطوبة هاي نمبر 1 والعينات اللي يعني هاي إذا رقم 1 هذا 2 راح نقسم عينة التربة عينة التربة راح نقسمها break the soil sample into individual particle إلى حبيبات using the mortar and rubble tip بلاستيك يعني شنو نقسم عينة التربة إلى جزيئات فردية باستخدام هاون ومدقة ذات رأس مطاطي شنو الغرض من هاي الفكرة يعني تفتيت التربة إلى جزيئات فردية مو تفتيت الجزيئات نفسها مو أدخل على الجزيئة الصغيرة أفتتها لا مرات تجي تربة طينية عبارة عن كتلة من الطين هاي ما يصير تستخدم وتخليها لازم شو تسوي تفتتها باستخدام هاي المدقة والهاون هو هذا الغرض من عتها الرئيسي بشكل عام. إذا الغرض من المدقة والهاون إذا كانت ترستك عبارة عن بعد ما جففتها أنت بالفرن يعني واستخرجتها بالوعاء الكبير لقيت ترب عبارة متكتلة مع بعضها البعض هنا هذا التكتل ما يفيدنا بالتحليل المنخلي فشنو أسوي أخذ التربة هاي اللي جففتها داخل الهاون أسوي لها عملية تفتيت كامل باستخدام المدقة المطاطية والهاون حتى ليش مدقة مطاطية؟ حتى أضمن أنه ما أكسر جزيئات التربة الصغيرة نفسها لا أكسر الجزيئات الكبيرة يعني تربة متماسكة مع بعضها البعض تتفتت مو جزيئات التربة نفسها الواحدة أفتتها تمام؟ هاي النقطة الثانية نقطة ثلاثة Determine the mass of sample شو يقصد بيها؟ راح نجد نحدد كتلة العينة الكتلة ناخذ وزنها للكتلة العينة تمام عيني بهذا الميزان اللي احنا احد ادوات المستخدمه ويفضل ايش قد ناخذ كتله يعني كوزن بصوره عامه نحدد 500 غرام نضع وعاء على الميزان الحساس نصفره للميزان حتى ما يقرا وزن الوعاء ناخذ من هاي التربه اللي جففناها بالفرن واللي فتتنا جزيئاتها
يعني جزيئاتها المتماسكة وليس التلاصق الداخلي، لا التماسك اللي بين حبيبة وأخرى. فتتناهن باستخدام المدقة المطاطية، راح أخذ من عدها عينة مقدارها 500 ملغرام. بس انتبه، 500 ملغرام لازم ما تشمل لك وزن، مو شرط 500، بس هو الستاندرد يأخذون 500 ملغرام وأيا كانت، بها حصى بها رمل بها ساند، 500 تأخذها وتخليها. فشو تسوي بعد ما تخلي الميزان الحساس تشغله؟ تخلي عليه الوعاء اللي راح تأخذ به العينة. الوعاء بعد ما تخليه راح يقرأ الميزان الحساس وزن الوعاء، صفر الميزان وهو فوق الوعاء حتى يصفر، حتى من تدخل وزن العينة ينطيك فقط وزن العينة. تأخذ باستخدام مغرفة كمية من التربة تضعها بداخل هذا الوعاء إلى أن يقرأ لك الميزان 500 غرام، من عدها تتوقف. تمام، تعتبر هي هاي التربة اللي حضرتها. بعدين النقطة الرابعة، راح تاخذ الكومة المناخلة اللي انت راح ترتبهن اللي سبق ونوهناهن من مخل رقم 4 الى مخل رقم 200. تمام، وتنتبه من تسوي الشيء داتا شيت شنو المناخل الموجودة بالمختبر تستخدمهن، تكتب تسوي جدول، لازم تسوي جدول تقول انا المناخل عندي مثلا من مخل رقم 4 او الاوبنينج مالته، منخل مثلا يجوز ما عندك 10، يجوز عندك مثلا منخل راسا 12، منخل 16، شنو المناخل الموجوده بالمختبر ترتبهن. بعد ما رتبتها راح تستخدمهن انت للاختبار. تمام عيني، تاخذ هذه المناخل يعني اللي بس اهم شيء موجود بهن الكفر الخارجي من الاعلى والوعاء السفلي من الاسفل ومنخل رقم 200 ومنخل رقم 4، ذن ضروريات ما تتم التجربه الا بوجودهن. الداخليات البقيه الموجود من عدن هو تمام اوكي، يعني مشيلكم شغل. بعد ذلك ناخذ هذه المناخل، ناخذ اوزانها، كل منخل من هذه المناخل نسجل وزنه. تمام، يعني هسه انا حضرت هذا السيف اناليسز اللي راح اشتغل عليه، اروح اسوي مو اسوي جدول هالشكل، اكتب سيف اناليسز والاوبننج، اكتب بصفه الجدول الثالث الويت اوف سيف، وزن المنخل، وزن المنخل. بس اتاكد من اخذ وزن المنخل مو هو عليه اطيان سابقه واوساخ قديمه ممكن يعني ما منظف واني اخذ وزنه، لا خطا، لازم اني اخذ وزنه هو نظيف تماما. لذلك يفضل استخدام فرشات مثل هاي الفرشات تنظف بها الوعاء او المنخل، تنظفه تماما، تتاكد حبيباته غير مغلقه، العفو فتحاته غير مغلقه، ما متكتله باطيان من الجانب، بحيث تاخذ وزنه وهو نظيف. كل من يعني هذا المناخل حتى بس الكفر ما نحتاج وزنه، الكفر الخارجي ما نحتاج، وزن الوعاء البان نحتاج وزنه، المناخل سيت المناخل المستخدمه كلها تاخذ اوزانها. بس انتبه وزنها وهي فارغه، وزنها وهي فارغه ونظيفه، ما بيها تكتلات اطيان نتيجه الاستخدام السابق. تمام، هاي نقطه رقم 4. نقطه رقم 5 دي يقول لك البور ذا سويل بريبيرد انستبتو، بعد ما حضرنا العينه بنقطه رقم 2 اللي هي بعد اخذنا ايش قد وزنها مثلا 500 غرام، راح يعني رتبنا سيت المناخل، نصب العينه من الاعلى من اعلى منخل، نصبها بالكامل ونترك نخلي عليها الكفر، الكفر الخارجي. لذلك نقطة رقم 5 يقول لك صبوا التربة المحضرة في الخطوة رقم 2 في كومة المناخل من الأعلى. تمام عيني، هو هذا pour the soil prepared in the step 2 into the stack of the sieve from the top. نقطة رقم 6 place the cover at the top of the stack of the sieve. شنو معناها؟ ضع الغطاء الكفر بأعلى كومة المناخل. إذا المين نخلي الغطاء بأعلى منخل من الأعلى. نقطة رقم 7 دي يقول لك run the stack of the sieve through sieve shaker about من 10 إلى 15 منت دقيقة. دي يقول لك مرر كومة المناخل عبر هزازة الغربال، إيش قد المدة؟ من 10 إلى 15 دقيقة تقريبا. نقطة رقم 8 دي يقول لك stop the sieve shaker، وقف الهزاز الميكانيكي. تمام عيني، وازل كومة المناخل، الدور طلع المناخل من داخله. هسه نجي شو نسوي الخطوه رقم 10، if considerable the amount of the soil with silty and clayey fractional، لا العفو نقطه رقم 9 weight the amount of soil retaining. هسه ناخذ كل ميزان كل منخل نروح نوزنه هو والتربه المتبقيه عليه، ويعني ناخذه يعني ناخذ وزنه من جديد. قبل شويه اخذنا اوزان اللي هن فارغات تماما ونظيفات،
هسه شو نسوي؟ ناخذ اوزانهن وهن مع الترب المتبقيه عليهن، وانتبه من من أخ من يعني استخرج المنخل من المنخل الثاني بهدوء، يعني بحيث التربه ما توقع من عنده، لان اذا سبب نقصان وزن معناها خطا، تمام عيني؟ لذلك قم بوزن كميه التربه المتحجره على كل منخل، على كل منخل الى الوعاء السفلي، حتى البان السفلي اخذ وزن العين الليبي. بعدين اذا المنخل رقم 200 البان، يعني المنخل رقم 200 على كميه كبيره من التربه ذات الاجزاء الطينيه، نجي على منخل رقم 200. اذا شفنا منخل رقم 200 يعني بكميه كبيره من الاطيان، زين دني دكتوره نحسبهن على الجزء الاول؟ لو لا، لو اذا كميه كبيره تروح تغسل المنخل، تسوي له غسل. شلون تغسل المنخل؟ مثل هذه الصوره، تغسل المنخل مثل هذه الصوره داخل السنك، وتفتح صنده الماء او حنفيه الماء، صنبور الماء، بس بهدوء تغسل المنخل بحيث توقع انت هاي الاطيان الناعمه، ما ريتها تتوقع بعد، هاي الاطيان الناعمه ما ريتها، نريد فقط الحبيبات الخشنه الباقيه عليه، الاطيان الناعمه اللي راح توقع باقل هزه ما نريدها، نروح نخلي المنخل رقم 200 داخل حوض الغسل ونغسله باستخدام صنبور الماء بشكل هادئ، يعني بهدوء. لاحظ مثل هذه الصوره، تمام عيني؟ بعد ذلك بعد ما غسلنا نروح ناخذ وزنه، تمام؟ هاي اهم شيء يعني تنتبه لها. طيب يمتى اتوقف من الغسل؟ تتوقف عندما يصبح الماء العابر من منخل رقم 200 نظيف. راح بذيك اللحظه اقول لك اوقف تدفق الماء، التربه المحجوزه على المنخل عن طريق الغسيل، عن تبخير الغسيل يسمونها الغسل العكسي، ضعها بالفرن، جففها، وبعد ذلك اخذ وزنها، وهي صراحه يعني ممكن تكون دائما جدا قليله المتبقيه على هذا المنخل. نحدد كتله التربه الجافه يعني المحتجز عليه. هسه نجي بعد ما اخذنا هاي الاوزان كلها وهاي العمليه، نروح نسوي الجدول، جدول الحل. لاحظ هسه هنا هاي كل قيمه من هذه العينات اخذ وزنها، واخذ الباك ووشنج، عمليه الغسل العكسي للمنخل رقم 200، وهاي ان شاء الله العمليه راح ناخذها بالتجربه اللي بعدها، يعني ما ادوخكم حاليا بالهايدروميتر اناليسيس، لان التجربه اللي بعدها راح ناخذها بشكل تفصيلي. هسه الحسابات، الحسابات شنو اسوي؟ عندك هاي طريقه الحسابات للتحليل المنخلي. نمبر 1، اول شيء تحسب المتبقي على كل منخل. شلون تحسب؟ هو الماس ريتيند على توتال ماس في 100%، يعني شنو؟ الوزن المتبقي على كل منخل على الوزن الكلي، يعني مثلا العينه الكليه الان دخلتها من اعلى المنخل، ايش قد قيمتها؟ ايش قد وزنها؟ خلينا نقول 500 غرام، هذا ثبت التوتال ماس ايش قد؟ 500 غرام. الريتيند ماس، دكتوره هذا شلون اطلعه؟ انت مو بعد ما اخرجت قومت المناخل من داخل جهاز الميكانيكي الهزاز راح تاخذ وزنها، بس انت من تاخذ وزنها راح يصير لك الوزن الماخذه هو وزنها زائد وزن المنخل، بس انت قبل ما يعني تسطر قومت المناخل اخذت وزن المناخل وهو فارغ، فشلون تطلع وزن المتبقي بكل منخل؟ هو وزن المتبقي زائد المنخل ناقص وزن المنخل وهو فارغ يطلع لك وزن المتبقي. هذا الماسرتين هالشكل يطلع لك. اذا شلون يطلع لك؟ يطلع لك من وزن المنخل زائد المتبقي اللي طلعناه بعد عمليه الهز ناقص وزن المنخل وهو فارغ يساوي لنا الماسرتين، وزن المتبقي من التربه اللي احنا نحتاجه. فاول شيء حسبنا نسبه المتبقي، نجي بعد ذلك نحسب مجموع المتبقي، هذا يكون تراكمي، هذا زائد هذا، بعدين نحسب نسبة العابر 100 ناقص الاكوموليتيف للتراكمي يبقى لك نسبة الـ يعني العابر. وشلون تتأكد؟ تتأكد لازم الاكوموليتيف آخر واحد يساوي لك 100%. خلينا نجي شوف هسه هاي، شوف حتى أوضح لك. لاحظ هسه هذا سيف أناليسيس، هذا سيف أناليسيس. السيف اوبنج لكل منخل، السيف اوبنج تاخذه من التيبل رقم 4-1 اللي خليتك اياه بالبدايه. نجي الماس اوف سويل ريتيند ان ايتش سيف، هاي شلون طلعها؟ المفروض اكو جدولين نقص، اكو جدولين نقص، الجدول النقص هنا تكتبه، المفروض يعني هاي جداول قليله، الجدول النقص هنا تكتبه بصف السيف اناليسيس، تكتب الويت اوف سيف وزن المنخل، او تكتب الويت اوف امتي سيف وزن المنخل الفارغ، تمام؟ بعدين ايش تكتب بصفه؟ تكتب وزن الويت اوف سيف اند سويل، وزن المنخل مع العينه،
تمام؟ يلا تطلع هذا جدول رقم 3 نقص المفروض قبل جدولين هو مختصرين ما مسويهن، فأنت سويهن بالتقرير. شنو هن الجدولين؟ الجدول رقم 3 راح يصير الويت أوف يعني وزن المنخل الفارغ اللي تأخذه بالبداية قبل إجراء عملية النخل، الدور وزن المنخل زائد العينة اللي تأخذه بعد ما طلع مجموعة المناخل من الهزاز وتأخذ وزن كل منخل مع العينة المتبقية عليه. فالماس أوف سويل المتبقية هو وزن المنخل زائد العينة ناقص يعني جدول رقم 4 ناقص جدول رقم 3 اللي المفروض أنا أسويه. يلا يطلع لك هذا الجدول اللي راح يصير شو يصير هسه؟ يصير جدول رقم 5 ما يصير جدول رقم 3، المفروض أخلي جدولين قبله حتى ما أخطأ تكون حسابات صحيحة، لأن أنت حاليا تعتبر فريش ستودنت فمو مال أدفانس يعني، لذلك المفروض تدرج الجدولين دنيش اللي قلت لك عليهم، فتحسب المتبقي كتربة الماس أوف سايل حجم التربة المترسبة أو المتكونة على كل منخل. شلون طلعتها؟ من وزن المنخل زائد العينة ناقص وزن المنخل وهو فارغ. لذلك نضيف بعد جدولين بعد السيف أو بلنت، الجدول هو وزن المنخل وهو فارغ زائد الجدول اللي بعده وزن المنخل زائد العينة المتبقية عليه. يلا بعدها يصير الجدول هذا اللي هو وزن العينة المتبقية على كل منخل، فقط العينة، وزن العينة المتبقية على كل منخل. طيب دكتورة شنو أسماهن بالإنجليزي؟ هذاك راح يصير الweight of seed، الweight of seed وزن المنخل، البعدة weight of seed and retained soil وزن المنخل زائد العينة المتبقية. وهذا لا هو أصلا إحنا ما نقول weight لأن ده نشتغل mass mass وتصير mass، هنا نقول mass of soil. تمام، بعد الماس اوف سويل شلون نطلع الريتين؟ شلون قلنا عليه لكل وحده من ذني؟ شو نقول؟ نقول المتبقي على الكلي. هسه الكلي هنا شو؟ طيب دكتوره هنا شلون طلعنا الكلي؟ ذني العينات كلهن اجمعهن ايش قد؟ 498. تمام، هذا هو الكلي يعتبر. فلكل وحده من ذني شلون نطلع النسبه المئويه في 100%؟ تقول المتبقي على الكلي في 100%، صفر على 498. هاي بالمناسبة تجربة، أنت ما تأخذ هاي الأرقام، تأخذ الأرقام اللي راح تظهر لك وين بالتجربة مالتك. فصفر على هذا الرقم في 100% صفر، نجي 40 على 498.3 في 100% طلع 8، البعدة 84.6 على 498.3 في 100% يطلع كذا. إذا شلون تطلع هذا البيرسنتج ماس ريتيند؟ يعني نسبة المتبقي هو المتبقي على كل منخل على الوزن الكلي في 100%، القوانين فوق ذكرناهن بالصفحة السابقة. بعدين الأكوموليتيف هو عبارة عن تجميع، الأول صفر تجي هالشكل تجمع، تقول صفر زائد 8 8، 8 زائد 16.9 24.9، 24 زائد 10 34، 4 يعني يصير الخط مائل من 34 تمتد على 8، هاي تجمعها النتيجة تخليها هنا. بعدين هاي الرقم يطلع لك أيضا تأخذ ماء البلي تحته من هاي الجهة تجمعه تضع النتيجة هنا، وهكذا إلى أن تجمع هذه النسبة ككل يسمونها accumulated percent. تمام عيني؟ بعد ما جمعنا accumulated percent بهذه الطريقة نحسب نسبة العابر. العابر إيش راح يقول؟ 100 ناقص هذا المتراكم، 100 ناقص 0 100، 100 ناقص 8 92، 100 ناقص 24.9 75.1، 100 ناقص 34.9 65.1، وهكذا بهذه القيم. تمام عيني؟ هو هذا، هي هاي القوانين اتوقع واضحه امامك بالكامل. الجرافات ترسم، اي نعم نرسم، نرسم بورق اللوغارتيمي، اللوغارتيمي نرسم العلاقه، هاي هي تجيب لكل طالب بالتقرير مالته راح ترفق ورقه لوغارتيم، لوغارتيم مو ورقة لوغ، لا لوغارتيمي اللي تكون تقسيماتها للأكس تختلف عن تقسيمات الواي، أتوقع أخذتوها أنتم مسبقا. الترتيب العمودي اللي يكون بهذا الشكل تضع به نسبة العابر، ومن هنا تضع به الجرين سايز يعني قطر المنخل، قطر المنخل يعني الرسم يصير بين من وبين من دكتورة؟ يصير بين آخر جدول وبين ثاني جدول، قطر الفتحات بين قطر الفتحات وبين نسبة المار. تمام، بهذا الشكل ترسم، هاي يسمونه سيف اناليسيس، هو هذا البلوت بيرسنت فاينل مع الجرين سايز مع حجم الحبيبات فروم ذا كالكوليتد يعني حجم الحبيبات للدياميتر للمنخل. تمام عيني،
هذا ترسمه بهذا الشكل. الحسابات الاخرى المطلوبه من عندك هسه لحد الان سويت تحليل منخلي، طيب دكتوره شلون اقسمه؟ ناخذه بالنظري، التقسيمات الخاصه بي ناخذه بالنظري، تمام عيني؟ مثلا هاي شلون احلل هسه التربه صنفها كذا، تاخذه بالنظري ضمن عندنا تحليل، التحليل الامريكي وتحليل الاشتو الزراعي، وهذا راح نتناوله بالنظري، تمام عيني؟ نقول الاذر كالكوليشن، شنو المطلوب من عندك بالاذر كالكوليشن؟ حسابات اخرى لازم تحسب لي الدي يو، الدي للعشرة والدي للثلاثين والدي للستين. طيب ذن شنو؟ العابر من منخل رقم 10 والعابر من منخل دايمتر 30 والعابر من منخل رقم 60 إذا متوفرات عندك ثلاثتين. طيب ليش أجيت الآن ذن دكتورة دي العابر والعابر نسبة العابر اللي ترى حطلحن أصلا هنا دي 10 دي 30 دي 50، لاحظ هنا، لاحظ هسه هنا عندك هذا منخل رقم 10 فدي 10 يقصد هاي، نجي دي 30 يقصد هاي القيمة، بعد يا دي من عتين دي 60 يقصد هاي، تمام؟ هو هذا، هاي تحدد نسبة الدي 10 ودي 30 ودي 60. طيب دكتورة الدي 10 ودي 30 ودي 60، طيب دكتورة شو احسب؟ اريد من عندك من تحدد ذني راح تحسب لي معامل التجانس اللي اسمه يونيفورميتي كوفيشنت سي يو، ومعامل التدرج السي سب سي. السي يو شو يساوي لك؟ دي 60 على دي 10، والسي سب سي دي 30 تربيع على دي 60 في دي 10، تمام عيني؟ هذا ضروري تحسبهن معامل الانتظامية. طيب دكتورة بيش يفيدني؟ راح ناخذهن بالنظر إن شاء الله بالتفصيل شلون استفاد من عتن، بتحديد نوع التربة باستخدام التصنيف الأمريكي وتصنيف أشتو الزراعي، تمام؟ هاي التعليقات عامة ممكن تفيدك من تكتب المناقشة. إيش دا يقول لك الجنرال كومنت؟ الجنرال كومنت يقول دياميتر دي 10 is generally referred، دائما يشير القطر دي 10 الى الحجم الفعال الافكتيف سايز. ذا افكتيف سايز از يوز فور سيفرال امبيريكال كورليشن، يستخدم هذا بالعديد من الارتباطات التجريبيه. مثل من راح ناخذ ان شاء الله احنا تجربه اسمها المعامله النفاذيه الكوفيشنت اوف بيرموبيليتي، تمام؟ هذا نحتاجه به، وكذلك الكوفيشنت اوف جراديشن هسه حسبناه، معامله التدرج السي يو از ذا باراميتر اللي هو اللي راح يشير بصوره عامه الى نطاق توزيع احجام الحبوب، تمام عيني؟ السي يو اذا كان كبير اللي هو معامل اللي قلنا الجراديشن، معامل التدرج اذا كان كبير يشير الى ان التربه تدرجها جيد، واذا كان يساوي يعني للواحد فهذا يعني ان يعني اذا قيمه السي يو للواحد يعني معناها التربه متساويه بالحجم، وهذا تقريبا صراحه ما يحدث الا نادرا، لانه مستحيل عينه من التربه انت تلقاها متساويه كلها بالحجم. واذا كانت قيمته اصغر من الواحد يشير الى ان التربه ذات تدرج سيء. اذا شنو المعامل الخاص بالسي يو من احس به؟ السي يو اذا قيمته اكبر من واحد كبيره فراح نقول انه القيمه هنا احنا نسميها باسم انه تدرجها جيد، اذا يساوي واحد يعني التربه ذات تدرج واحد، واذا اقل تدرجها سيء. فهاي معلومات عامه تفيدك انه بعض الحالات المزيج كذا، معامل السي سي المن يشير، هذا السي سي يشير الى الانحناء، هاي لاحظ هنا ذا باراميتر اوف سي سب سي المن يشير الى الكوفيشنت اوف كيرفتشر، الى معامل الانحناء. يعني شنو معامل الانحناء؟ قيمته الى يعني كريتيريا، اذا قيمته من واحد اكبر من ستة شو يمثل لك؟ للرمل. اذا كانت اكبر من ستة يعني التربه رمليه، اذا من الواحد لثلاثه يعتبر يعني مصنف جيد بحصى، اذا سي يو اكبر من اربعه يشير الى كذا. يعني هاي القيم لازم انت تعرفها. طيب هاي دكتوره اكو بعد غير ذني؟ نعم اكو دي 15 ودي 85 نستخدمها ذني بالديزاين فلتر، واكو واحد اسمه يسمونه دي 50. الدي 50 سايز از يوز فور كوركشن ذا لوكوفيشن، شو اقصد بها؟ لارتباط امكانيه تسهيل التربه الحبيبيه المشبعه اثناء الزلازل. يعني هذا النوع الفحصه بالترب المتعرضه بنستخدمها بالاستخدامات الانشائيه واللي تكون ضمن خط الزلازل. ان شاء الله محاضره هذا اليوم واضحه امامك، اذا عندك اي سؤال او استفسار تقدر تراسلنا على القناه. نلتقي بكم ان شاء الله بمحاضره وتجربه اخرى.